حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، هل تتصورون طاقة الأمواج العميقة كم تساوي؟ حقيقة أحببت أن أتأمل معكم هذه الأمواج. هذه أمواج سطحية أيها الأحبة، هناك أمواج عميقة أعقد وأضخم منها بعشرة آلاف مرة، هناك أمواج عميقة أعظم من هذه الأمواج بعشرة آلاف مرة، عشرة آلاف ضعف. إذن لدينا حقيقة علمية اكتشفت حديثا تقول هناك أمواج على السطح وهي التي نراها من خلفي الآن، وهذه أضعف بعشرة آلاف مرة من الأمواج العميقة التي تتوضع على عمق ألف متر تحت سطح الماء، على عمق أكثر من ألف متر إلى خمسة آلاف متر، أمواج ترتفع لخمسمائة متر أحيانا ارتفاع ناطحات سحاب. هذه الأمواج أحبتي في الله كشفها العلماء حديثا، وقالوا لأول مرة يتم اكتشاف الأمواج العميقة، ولكن حقيقة يجب أن نكون منصفين، يجب أن نقول هناك كتاب سبق العلماء للحديث عن الأمواج العميقة هو القرآن. قال تبارك وتعالى أو كظلمات في بحر اللجي، إذا بدأ بالظلمات لماذا؟ ليأخذك للحقيقة التي هي يعني أهم شيء. هذه الظلمات لا أحد يعلم بها من قبل، لأنه لا يستطيع أحد أن يغطس أو ينزل على عمق مثلا ألف متر أو أكثر، سيختنق وجسده سيتمزق بسبب الضغط الهائل جدا أيها الأحبة. هذه الأمواج قال الله عنها أو كظلمات في بحر اللجي عميق وغزير وكبير يغشاه موج، انظروا أيها الأحبة هذا هو الموج، يغشى البحر، انظروا يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذن يغشاه موج هو الموج العميق، من فوقه موج هو هذا الموج السطحي، هذه هي الأمواج السطحية. إذن هذا هو معنى من فوقه موج، ويغشاه موج أي البحر اللجي العميق يغشاه موج في أعماقه، هناك موج عظيم وفوقه موج، من فوقه موج، هذا هو فوقه سحاب. طبعا الآن السماء صافية، ولكن عندما يكون هناك سحاب كثيف نجد أن أعماق البحر تكون مظلمة ظلاما شديدا لا يدخل إليها أي نور، إذا أخرج يده لم يكد يراها سبحان الله. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنور القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.